مبابي يثير الضجة من جديد حول انتقاله من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، ونجمنا الأردني التعمري في مهمة صعبة بالأراضي الفرنسية. إلى الحلقة الأولى من جرينتا، أهلا بكم. نبدأ حلقتنا الأولى في هذا البرنامج بأكثر لاعب عمل صداع لجمهور ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وكل عشاق الكرة الأوروبية، الفرنسي كيليان مبابي. هذا اللاعب هو والدته ورئيس النادي مش عارفين شو نهاية هالقصة. كل صيف بعد نهاية موسم ببلش الحكي على موضوع انتقاله لأعظم نادي في الكون، لكن نص جماهير ريال مدريد يمكن ما بتأيد هاي الصفقة لأسباب عدة راح أحكي لكم إياها. ففي حال قدوم مبابي للملكي وخلص صار بريال مدريد أهلا وسهلا فيك، فإنه لو لعب كرأس حربة صريح راح تخل خطورته المعتادة على الأطراف والمساحات اللي بحب يستغلها. فإذا هون خسرت جزء مهم من قوته، ولو بده يلعب كجناح هجومي أيسر أو أيمن، فإنه النادي في البداية أكيد ما راح يستغني عن خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور أحد أفضل لاعبي العالم حاليا. فبنروح على الجهة الثانية وموجود هناك المنقذ رودريجو. فلو حب النادي يبدي مبابي على رودريجو فأنا أعتقد بأنك ضيعت موهبة صاعدة بقوة، وخلص بطلت موهبة وشاب صغير صار لاعب ناضج وكامل وقادر على صناعة الفارق بأي لحظة. طبعا حتى تصوير الحلقة مبابي مستمر مع البي اس جي، وعن نفسي بتمنى يستمر كمان وكمان في الدوري الفرنسي لحتى يواجه اللاعب اللي راح نحكي عنه بالفقرة الجاي بعد ما راحت منا فرصة مواجهة ميسي. وبنضلنا بفرنسا بس هاي المرة بنكهة أردنية خالصة. لاعبنا الأردني موسى التعمري البالغ من العمر 26 عاما أمام مهمة صعبة مع ناديه الجديد مونبلييه. وطبعا بشكل سريع بس نحكي عن التعمري اللي راح يكون أول لاعب أردني بيلعب في دوري من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، طبعا بعد ما مثل في الأعوام الماضية فريقي أودهيفر لوفين البلجيكي وأبويل نيقوسيا القبرصي هذا في أوروبا. وفي الأردن لعب مع شباب الأردن والجزيرة. ليش المهمة صعبة على التعمري؟ أولا من ناحية فنية، لأنه فريقه احتل المركز الخامس عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، يعني بينه وبين مركز الهبوط ثلاث مراكز وثلاث نقاط أيضا، على الرغم من أنه فريقه توج بلقب الدوري مرة واحدة في تاريخه وكانت قبل 10 سنوات من الآن. فهو رح يلعب مع فريق بيعاني شوي أمام بقية الفرق هناك. والناحية الثانية مش فنية أبدا، وهون بنحكي عن كيفية تعاطي التعمري مع قصة دعم الدوري الفرنسي للمثليين. كلنا ما بننسى قصة اللاعب السنغالي أدريسيا غاناغاييه واللي رفض يرتدي قميص دعم هاي الفئة، فصارت عليه حرب شعواء هناك من الاتحاد الفرنسي وطلبوا منه الاعتذار، لكن اللاعب ما استمر كثيرا في فرنسا مع نهاية الموسم وانتقل لإيفرتون الإنجليزي. فكيف سيتعامل التعمري مع هذا الملف؟ وبنعرف جميعنا أنه التعمري من أكثر اللاعبين التزاما بالدين. وراح يكون عندنا بعد نهاية كل حلقة سؤال لحتى نشوف تفاعلكم معنا، والسؤال هو شو الرقم اللي راح يلبسه نجمنا التعمري مع ناديه الفرنسي؟ اتوقعوا شو ممكن يكون. وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أسفل الشاشة وفي أول تعليق كمان، واستنونا في الحلقة الجاي حتى نحكي بمواضيع وقصص رياضية محلية وعالمية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.